الصحيح من الأحاديث في فضل قراءة هذه السور البقرة وياسين والملك والإخلاص والمعوذتين؟ نعم، أما البقرة قد جاء أنها سنام القرآن، وأن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، وأنها لا تطيقها البطلة يعني الشياطين، وأنها تأتي يوم القيامة هي وسورة آل عمران كأنهما غمامتان أو غيايتان أو طير صواف يحاجان عن صاحبهما يوم القيامة. وأما سورة ياسين فورد أنها تقرأ على المحتضر الذي في سياق الموت، تقرأ عنده حتى يسمعها وتذكره بالتوبة وشهادة لا إله إلا الله، وأيضا يحسن الرجاء بالله عز وجل إذا سمعها، يحسن الرجاء بالله عز وجل ويموت وهو يحسن الظن بالله عز وجل. وأما سورة الإخلاص فقد جاء أنها تعدل ثلث القرآن، وذلك في الثواب والأجر لما تشتمل عليه من صفات الرب سبحانه وتعالى، وكذلك المعوذتان لما فيهما من الاستعاذة بالله من شرور الخلق وشرور وساوس الشياطين، فهما سورتان عظيمتان. ويستحب قراءة هذه السور الثلاث وسوى آية الكرسي بعد كل فريضة، وأن تكرر السور الثلاث ثلاث مرات بعد الفجر وبعد صلاة المغرب، وأما في بقية الصلوات فتقرأ مرة مرة بعد قراءة آية الكرسي. نعم، أحسن الله إليكم.